السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ربح العملات الرقمية حرفتي. هذا الموقع الذي سأشرحكم هذا رابع موقع، موقع صادق وأسحب منه دائما. وأهم شيء في قناتنا أنك يعني أي فيديو تشاهده إلا ونشرح فيه موقع صادق، ولا نشرح الربويات نهائيا، وكل مواقعنا صادقة ويختم فيها أي واحد يعني بكل راحة، يعني ما كاينش حاجة اللي فيها شي تصاور يعني اللي مخلى بالحياة ولا أي شي حاجة يعني اللي كتشوش على الانسان المسلم، يعني كتخدم وانت مرتاح، كتدخل في نسات اللي حلال، يعني ماشي مثلا كتحط 10 دولار الغد اللي كتولي 40 دولار ولا 60 دولار. ما كنشرحوش شي حاجه بهذا الشكل نهائيا، ولا مثلا مواقع اللي نصبوا عليهم مثلا كنت عارف ان الموقع يمكن لك تسحب منه غير نتايا، ولكن خصك تجيب به احالات ولا حتى شي. ما كنشرحوش، ما كنستغلوش الانسان مثلا باش يدخل الرابط ديال الموقع نديرو له اختصار الروابط نصوروا منه فلوس، هادشي ما كنشرحوش. يعني كل شيء صادق مليون بالمئة. دوزو الموقع على الشكل، الموقع سهل، كيعطيك اعلانات منبثقة للصراحة اللي بواحد القيمة زوينة، 4 ساتوشي 5 ساتوشي، لكن هذه بعملة الروبل، ما يعادلها بعملة الروبل الروسي. كما شفتو الخوت، الا بغيتي تستافد من هاد القضية اللي قد باينة، هذه الاعلانات المنبثقة اللي هي كتضغط غير على يعني غير الاعلان كتضغط عليه ويمكن لك تمشي تخدم في اي بلاصة، تمشي ترجع للقناة ترجع للموقع، كيبقى داك الشيء خدام بوحدو. كما شفتو الخوت، خصك دير تثبيت الاضافة، كتضغط على تثبيت الاضافة على الشكل هذا، كتشوف المتصفح اللي عندك وكتضغط عليه بحال هكا وكدير تثبيت الاضافه، كتضغط على التثبيت وكدير تثبيت الاضافه. هنا راه ديجا يعني عندنا تثبيت الاضافه، يعني راه ديجا هي طالعه لينا هنايا. ملي كدير تثبيت الاضافه، ملي كدير انا ما يمكنش ندير ازاله دابا، كدير تثبيت الاضافه ديال الموقع، كتمشي لهنايا باش تبان لك، كدير لها بحال هاد الشكل، كتكون مسدوده كديرها في العين باش تبان، باش يعني كيظهر لك هنا التنازل ديالها والمسائل. هنا المهام كتدخل دير مهام كتطبقهم بيدك، كتدخل مثلا هنا كتشاهد اعلانات اللي مدة ديالها قصيرة، ولا كتستنزع على حسب الاعلان اللي باغي تشاهد وما يقابله من المبلغ، شحال ما كان الوقت كبير شحال ما كيكون المبلغ كبير. دابا انا كنشرح الفيديو، ما يمكنليش ندير يعني فيديو اللي كبير باش ما نطولش معاكم في الوقت. كيما شفتو هاد 0.6 اللي حصلنا عليها دابا، هادي القوة تزادت هنايا من هاد الصفحة اللي طلعت لينا هنايا، هادي القوة تزادت. دابا نفتحو هاد الكاباتشا ونشوف شحال هادي تزاد، هاد 0.6 اللي خدينا من هاد الإعلان المنبثق زدنا عكسية اللي دير شحال هادي القوة، 69. هاد الإعلانات كيبانو الخوت كتكون مثلا خدام في أي موقع آخر من المواقع، حتى كيبان لك هنا نافذة منبثقة، كتضغط على النافذة المنبثقة كيدي لها التنازل هنايا. التنازل يعني مكدير نتا والو، غير نافذة منبثقة بحال هكا، وكتضغط على يعني على واحد الخانة هنايا صافي، كيبدا لها التنازل. إما 15 ثانية كتكون 0.4، 30 ثانية كتكون 0.6، هادشي اللي كاين الخوت. يعني بهذا الشيء كنجمعو مبالغ جيدة صراحة. دابا نشوف السحب مباشرة، طريقة التسجيل راه طريقة سهلة، كلشي كاين في التسجيل، كتدخل الاسم الجيميل كلمة المرور، كتعرف كلمة المرور صافي، كتسحب كاباتشا كتدخل، يعني حاجة سهلة. لا اللي مهتم بهاد الدومين غيكون كيعرف طريقة التسجيل في المواقع. نمشيو للسحب على هاد الشكل هذا، كنختارو بنك الباير بطبيعة الحال، نمشيو للبالونس، حنا عندنا الخوت 12.17، نمشيو نسحبو الرصيد ديالنا فقط بضغطة وحدة، مكتحتاج والو، ضغطة وحدة، ضغطة وحدة كتلقى الرصيد مباشرة في بنك الباير. نديرو اكسياليزي الصفحة، كيما شفتو 12.84 ها هو المبلغ ديالنا 0.67 دولار. يعني ببساطة، يعني بدون أي شيء، يعني حاجة سهلة بزاف الخوت، يعني موقع أنصح به الجميع صراحة باش يخدم فيه. يعني خوت ما كنبغيش الخير غير راسنا، وما كنبغي الخير راسنا في سيرة، كاع ما نديرش فيديوهات، اللي كنبغي يعني كلشي يستافد. كما شفتي كتمشي هنا لتفاصيل الدفع، وكتجيب هنا رابط الباير على الشكل، كتنسخ رابط الباير كدير له كوبي على الشكل، كتجي لهنايا تختار باير على الشكل هذا، وكدير له كولي، كدير انفيد يعني التطبيق باش كيبقى ديما. ملي كتجي تسحب بلا ما كتدخل هاد السير يعني كتلقاه مسجل ديجا، كتمشي هنا رابط الاحالات، كتختار هنايا مثلا الانسان اللي باغي بارطاجي هاد الموقع مع اصدقائه، الموقع كيقدم لك واحد الرابط يجلب المستخدمين، تضغط على هاد الاول هذا كتبارطاجي مع الاصدقاء ديالك، كيعطيك الموقع 10%. كما شفنا ديجا عندي بزاف ديال الناس مشتلين عندي هنايا هاد الموقع ديجا شارهو، كتستافد يعني لما تبارطاجي مع صاحبك كيعطيه بالرابط ديالك باش كتاخد 10%، ما تعطيش من رابط الموقع عادي، ديما دخل تسجل انت خدام وكتبارطاجي الرابط مع اصدقاء ديالك باش تزيد شويه الربح، يعني تحاول تستخدم الموقع مزيان. وهذا الشيء اللي كاين الخوت، كما شفتو الموقع سهل جدا، ما كتحتاج فيه حتى شي حاجه،
كتلقاو كاين اعلانات مباشرة كتضغط عليها بحال الشكل يعني، وكتستهدف الموقع بكل سهولة. هادشي اللي كان الخوت، وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، والى فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعاية الله.